في نوب وغرب وشمالي كلها تشكر وتدالت يا الزعيم الرئيس الغالي يا ابو خالد كلنا فدالك من زمن الاول وما التالي في اللوازم جند ورجال يا الزعيم الرئيس الغالي يا ابو خالد كلنا فدالك باللوازم جند ورجالك بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عليه نتوكل منه دوما نطلب التوفيق والسداد والنجاح. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم من ميدان السوان في ثالث أيام هذا المهرجان، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، حيث ننطلق في اليوم الثالث مع سن اللقاية والفترة الصباحية التي سوف تشهد 30 شوطا في انطلاقات وتحديات هذه الفترة الصباحية لمسافة 5 كيلومترات عبر الهواء مباشرة عبر قناة ياسر الرياضية وقناة دبي ريسينج وإذاعة راس الخيمة. نتواصل مع انطلاقة الشوط الأول وأربعة الأشواط الأولى الخاصة بأبناء المناطق الشمالية تسعيرة مؤسسة هجن الرئاسة الرابعة، كما نتقدم بالتهنئة والناموس إلى مؤسسة هجن الرئاسة على فوزها في يوم الأمس في مهرجان جائزة الملك عبد العزيز للإبل على فوز غياث وفخر والغزال بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري وبالإشراف والمتابعة من شعلة النشاط سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار سيدي رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن على ما قدمته هجن الرئاسة من فوز وإنجازات وثلاث رموز من أصل 4 رموز. تهانينا للشعار الحمر أينما كانت المهرجانات فهو في مقدمة السباقات. على بركة الله وتوفيقه مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام تعلن أول اندفاعات هذه الفترة الصباحية والشوط الأول الخاص بالأبكار اللي جاي المحليات الأصايل. 5 كيلومترات هي المسافة المقررة نسير إلى مقدمة الشوط. شوفوا هذا المنظر الجميل، مشكور يا مخرجنا يا حسين يا سيد، منظر ولا أروع. هنا التصوير الجوي من الميني هليكوبتر التي تشاهد كل صغيرة وكبيرة كبيرة في أرضية هذا الميدان. أسير إلى مقدمة شوط إلى المركز الأول لمن سوف يكون هذا الشوط، مباشرة إلى المقدمة، مباشرة إلى الصدارة. هذه حفلة ناصر بن سلطان بن علي الخاطري يتقدم مع حفلة في المركز الأول. الشاهينية الحمد بن خميس بن بدر العليلي ياخذ المركز الثاني، المركز الثالث الوصول في ثالث المراكز من حشيمة عبد الله بن حمد بن محمد بن عمران الاكتمي، بينما المركز الرابع من الزاوية الاخرى تدخلت بأداء جميل وتحدي مثير في المركز الرابع، ايضا خذت مركز مرموق في منافسة الرباعية. ناخذ المركز الخامس في هذه اللحظات او المركز الرابع، وضحت رؤيته وهي الدان السلطان بن مهير بن عبد الله بن محيان الاكتمي، بينما المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات شواهين مايد بن خليفة بن راشد بن سويدان الخاطري، وصل الخاطري ليتقدم في المركز الخامس. المركز السادس الوصول في سادس المراكز القادمة هذه الزود عتيق بن علي بن هزيم بن محمد المسافري، وصل بن هزيم واحد من ابناء ميدان السوان يتقدم بنجومية رائعة ويقدم ايضا افخر الانواع مع بن هزيم في مشاركة ولا اروع، ياتي وياخذ المركز السادس. بينما شوفوا المركز السابع، شوفوا المركز السابع ما يقارب 7 أو 8 بكار في موقع واحد، ولكن الدخول
والوصول هناك من خلال تواجد اسطورة حمد بن سعيد بن راشد الخاطري بدأ يقدم لنا اسطورة. الدخول الاخر على المركز السابع وصلت في هذه اللحظات مشاهدين الاعزاء الصامل لسعيد بن فارس بن علي الخاطري في ثامن المراكز، والمركز التاسع تدخلت في هذه اللحظات هذه هي ايضا مشغلة سلطان بن سالم بن راشد الاكتبي وصل. يا سلام، شوفوا من القادم، شوفوا من الواصل، هذه الواعية علي بن سالم بصاروخ النعيمي يتقدم، شعار بن صاروخ، شعار بن صاروخ يذكرنا في النسخة التاسعة بن صاروخ بهذا الشوط في 2019 حينما قدم وصايف لحمد بن نايع بن صاروخ النعيمي. ياتي بن صاروخ هنا من ابناء ميدان السوان ليقدم واحدة من الاسماء القوية للمحافظة على هذا اللقب، ولكن شوفوا المتدخلة على المركز العاشر وصلت في هذه اللحظات وتقدمت من حاف لراشد بن محمد بن راشد الغفلي يتقدم في هذه اللحظات. هذه النتيجة، هذه النتيجة. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى المركز الأول الشاهينية حمد بن خميس بن بدر العليلي ياتي في المركز الأول. بن بدر، بن بدر يقدم لنا هذا الاسم، بن بدر من قدم لنا الشامخ يوم الأمس ياتي هنا ليقدم انتصاراته، ياتي ليقدم إبداعاته مع الشاهينية حمد بن خميس بن بدر العليلي المركز الثاني. شواهين لمايد بن خليفة بن راشد بن سويدان الخاطري يتقدم الخاطري في المركز الثاني. المركز الثالث، المركز الثالث هذه المسكة أو الصاملة سعيد بن فارس بن علي الخاطري وصل، الخاطري وصل. انتباه سلطان بن سعيد بن عبد الله بن شويل الاكتبي أول إذاعة، أول إذاعة الانتباه، أول إذاعة الانتباه. خذت المركز الرابع، المركز الخامس مع بن هزيم مع الزود لعتيج بن علي بن هزيم بن محمد المسافري، وصل المسافري. ولكن شوفوا الدخول الجديد، هذه مزون عبد الله بن محمد بن اسحاق بن موسى، وصل بن موسى ليتقدم من خلال هذه المنافسة، ليتقدم من خلال هذه الأسماء القوية والعملاقة التي تشكل هذه الانطلاقة. ما شاء الله، شوفوا الجماهير، شوفوا الجماهير، 1800 تسعيرة يجن الرئاسة، تسعيرة الحمر لمن 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 لمن. يا سلام، يا سلام، وصلت مشعل، مشعل او مشغله وصلت هذه اللحظات. يتقدم سلطان بن سالم بن راشد الاكتبي من الزاويه الاخرى. يا سلام، احلوت المنافسه، بدات السرعه تزيد، بدات الاوامر مبكره هنا. الكيلو ونص الكيلو المتبقي، بسم الله وما شاء الله، لا تستعجل، لا تستعجل المسافه. ايضا 1500 هناك مزون عبد الله بن محمد بن اسحاق بن موسى شرد عنهم، راح 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 واصدر جولة الأوامر الخفيفة والطفيفة أحيانا. بينما المركز الثاني الوصول من مشغلة لسلطان بن سالم بن راشد الاكتبي، والمركز الثالث هناك القادمة، هناك الشاهينية حمد بن خميس بن بدر العليلي، العليلي. المركز الرابع أيضا واصلة هناك اللي هي الصاملة سعيد بن فارس بن علي الخاطري. بسم الله ما شاء الله، شوفوا الدخول، شوفوا الوصول. هذه بشاير علي بن عبيد بن طويرش الاكتبي، وصلت أيضا بشاير الخير. الكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير، الكيلو متر المثير. وصلت الأسماء، وصلت الأسماء، وصلت التحديات، وصلت التحديات. ولكن الوصول، التغيير الذي جرى وطرى في مقدمة هذا الشوط مشغلة سالم بن سلطان أو سلطان بن سالم بن راشد الاكتبي. ما شاء الله تبارك الله، شوفوا الدخول، هذه الواصلة، هذه القادمة، هذه يا بشاير علي بن عبيد بن طويرش الاكتبي. ما شاء الله تبارك الله يا بن طويرش، تبارك الله يا الاكتبي، على هذه الانطلاقة، على هذه التحديات المثيرة الجميلة الخطيرة. 500 متر الأخيرة بدأت تغير، بدأت تأخذ المركز الأول، بدأت تسير في مقدمة هذا الشوط في الصدارة الأولى. هذا هو أيضا ما
مالك مشاير، مالك مشاير. علي بن عبيد بن طوير ايش لك تبي؟ بن طوير ايش لك تبي؟ يقدم لنا بشاير، بشاير عادت ايضا المركز الثاني، عادت هناك مشغله بشاير ومشغله، مشغله سلطان بن سالم الراهد لك تبي، ولكن هناك ابناء الزيد، ابناء الزيد، ابناء الزيد يتقدمون مع هناك اللي هي بشاير، بشاير علي، علي، علي بن عبيد بن طوير ايش لك تبي؟ تهانينا والناموس لحظات الوصول مع بشاير الخير بالمركز الاول، تهانينا ولحظات الوصول مشغله بالمركز الثاني سلطان بن سالم الراشد الكتبي. والمركز الثالث، شعار المركز الثالث الواعي علي بن سالم بصاروخ النعيمي. المركز الرابع، المركز الرابع كان الدخول من ارياف سالم بن سعيد بن محمد بن سعيد المسافري. مركز الخامس، مركز الخامس وصول من منحاف راشد بن محمد بن راشد الاغفلي. تهانينا والناموس على هذا الفوز الذي قدم من خلال هذا الاسم، اسم بشاير الخير علي بن عبيد بن طويرش الكتبي. لحظات الاعاده والتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، هنا التوقيت، مخرجنا ياتي بالتوقيت الزمني حيث قطعت مسافه الخمس كيلومترات في 7 دقائق و26 ثانيه. وفاء وتماما وكمالا تهانينا والناموس على هذا الفوز. المركز الثاني حيث فازت مشغله ب 7 دقائق و26 ثانيه وست اجزاء من الثانيه، تهانينا لسلطان بن سالم بن راشد الكتبي. المركز الثالث كان شعار بصاروخ النعيمي، حصل على المركز الثالث من خلال تواجدي هذا الاسم الواعية 7 دقائق و31 ثانية وجزءا واحدا من الثانية مع الواعية علي بن سالم بصاروخ النعيمي. هارد لك يا النعيمي على هذا الفوز يا راعي وصايف. تهانينا والناموس للجميع على الفوز بأول أشواط هذا الصباح، وكانت أيضا من خلال الأداء ومن خلال النجومية بشاير علي بن عبيد بن طويرش الكتبي. تهانينا والناموس على هذا الفوز.